طيب بكده نكون خلصنا اخبار النادي الاهلي، وهنروح دلوقتي للاخبار المحليه. هنبدا طبعا اخبارنا المحليه بخبر عن كره اليد برضو. يمكن مباراه مصر وغانا بتتسبب في تعديل موعد افتتاح امم افريقيا لليد. اعلن طبعا كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد موافقه الاتحاد الافريقي على تعديل موعد افتتاح كاس الامم الافريقيه لكره اليد رقم 26، واللي بتستضيفها القاهره في شهر يناير المقبل بإذن الله على الصالة الرئيسية بمجمع الصلاة باستاد القاهرة الدولي. قال طبعا يعني في هذا الإطار كابتن عمرو أن الاتحاد الإفريقي وافق على التعديل اللي طلبناه بتعديل موعد البطولة من 19 ولحد 29 يناير، بدل طبعا الموعد الأول واللي كان هيقام في الفترة من 18 ولحد 28 يناير برضو. أوضح يمكن الكابتن بقى أن قرار تأجيل موعد افتتاح البطولة يمكن جه بطلب من مصر بسبب تزامن يوم 18 يناير مع إقامة ماتش مصر وغانا طبعا في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية اللي هتتلعب في كوتيفوار. وأكد أن القرار ده جه بعد التنسيق بين الاتحاد المصري والشركة المتحدة للرياضة من خلال الاجتماعات اللي اتعملت على مدار الأيام اللي فاتت، وده طبعا بهدف عدم تضارب المواعيد بين ماتشات منتخب كرة اليد مع مواعيد كأس الأمم الإفريقية، واللي طبعا أكيد يعني ناس كتير جدا من الجماهير هتكون عايزة تتابع يعني الماتش ده وأيضا ماتشات اليد. فعلشان كده يمكن جاء الاتفاق وخرج بالقرار الأخير بيعني تعديل الموعد الخاص بالماتشات. قال كمان الاتحاد المصري حدد بالتنسيق مع مسؤولين الاتحاد الإفريقي أن قرعة البطولة هتتعمل يوم 15 من نوفمبر المقبل بإذن الله. منتخبنا طبعا بيستعد بكل قوة علشان يحافظ على لقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز بنسخة 2020 واللي كانت في تونس، وأيضا الفوز بنسخة 2022 واللي طبعا استضافتها مصر في صيف السنة اللي فاتت في بطولة استثنائية. يمكن زي ما احنا بنتكلم مرارا وتكرارا ان دايما مصر بقت هي الواجهة علشان تستضيف عدد كبير جدا من البطولات الإفريقية والبطولات بطولات العالم على أرضها. يمكن ده يعني جاء واكيد ذكروا عدد كبير جدا من زملائي في قناه الاهلي انه يعني يمكن دي كانت قرارات من عدد كبير جدا من الاتحادات المختلفه عقب ما يعني قد ايه هم راوا ان كل البطولات اللي موجوده او بتكون ليها تنظيم وبيكون مصر ليها الحظ ان هي تنظمها طبعا بتكون بطولات على مستوى عالي جدا. ويمكن تحديدا في الثلاث سنوات الاخيره يعني من جائحه كورونا او كوفيد 19 كان كل الدول المختلفة بترفض ان هي تستضيف البطولات الرياضية على ارضها، ولكن الحقيقة ان مصر قدرت ان هي تثبت في خلال الثلاث سنوات الاخيرة ان هي قادرة وقادرة في يعني اصعب الظروف ان هي تستضيف عدد كبير جدا من البطولات، يعني سواء المحلية او كمان بطولات العالم وبطولات الافريقية على ارضها، ويعني يمكن ما حصلش فيها اي تحديات وما حصلش فيها اي خسائر سواء في يعني عز أزمة الكوفيد أو كمان بعد انتهاء أزمة الكوفيد. وده اللي حقيقة خلى عدد كبير جدا من الاتحادات تقرر أن يكون في استضافة مختلفة وتكرار لاستضافة هذه البطولات على الأراضي المصرية.